طيب بس أمير ما افتهم الموضوع، هذا الشخص اللي لابس قناع جاي يطلب انه سيارات مالهم اثنين مسروقين من العصابة، سرقوا سياراته من الجراج من المخزن. صح تمام صح. هذا السيارات اللي انسرقوا منهم من العصابة، انا اعرف هذا العصابة عصابة الجبل، خوش ناس، عندي هواية شغلات معهم خوش. هذا السيارتين اللي انسرقوا شنو بداخل هالسيارتين؟ الماس، ذهب، اسلحة، ما اعرف، على ما نعرف. امين هذاك خبز طحين. شبيه خبز طحين؟ طحين بيه، طحين بيه يا عوافي، بلكي يوزع على الناس لا بس نحن عندنا اوكي اوكي عندنا فقرة ده نوزع عليهم، عرف شون؟ طحين هذاك المادة افتهمت. ما يطلع لنا كم ربطة نحن؟ افتهمت. فالموضوع كالاتي، نحن لازم نجم على هذه العصابة وناخذ منهم هذني السيارتين، ولكن بشرط ايه هو راح ينطي 5 مسدسات وخمس مخازن. يا اوكي يا اخي تفضل. هو راح ينطي 5 مسدسات وخمس مخازن. 5 مسدسات بس يا امين. تفضل تفضل. ايه بس مستعارين، يعني انت راح تخلص المهمه وراح ترجع له اياه. تمام. يعني انت ما راح تاخذ المسدسات والمخازن اليك. بس امير ادري يعني شنو مراد عم دار. نحن 5 اشخاص معنا، ناديه، عدنان، دوشكا، اني، يمكن انت امير، بس اكيد نروح نجيب. يعني انتم تريدون انه نرجع السيارات المسروقه من العصابات، نرجع للعصابه. نعم. نعم تمام. بس امير اكيد بالمقابل انا احتاج، خلي اقول لك، كلتنا عصابات بس انا اسمي نفسي عائله، نحن عائله اي تي ار ولكن نحن عصابه امير. نعم. عائلتنا محتاج، انا عندي عداوه مع عصابه تيفا والكل يعرف دنيا او العالم، ما عندي سلاح. نعم. اريد مقابل ان كان فلوس او مسدس. يعني اوكي راح تنطوني 5 مسدسات على موت نرجع مركباتكم السيارات. السيارات. نعم. بس امير اذا رجعتم شنو هو المقابل اللي راح تنطونه؟ اكو هديه، اكو هديه ما نعرف. انا ما راح اقول لك. اكو هديه نحاول بقدر المستطاع نعطيك اللي عندنا. تمام. يعني اذا انا والشباب طبعا اذا انجزنا المهمه. نعم. ورجعنا لكم السيارات راح تنطونا هديه، هل هي ماديا ولا يعني لا ماديا شبه ماديا ولا شيء ثمين؟ هذا لازم تسوى شيء ثمين. هو شوف على الايمه يعني انا. نعم. بالضبط امير، انت من فرد من عائلتنا وانت محامي العائله وعصابه. نعم. ايتار امير، هالعصابه ثق فيه، بس اذا طلع شيء مو حلو امير انا احتاج، شوف انا احتاج فلوس على مود اشتري مسدس، ليش؟ احمي عائلتي واحمي عائله اي تي ار واخطف واحد من جماعه تيف. يعني اخطف اعطيك هديه تعجبك حبيبي. تمام. بصراحه انا اقول لك انا اللي بدي اخطف واحد فوفو، اكو بنتين هم اذا تخطف من عصابه بناتهم راح تنهدم العصابه وتسوي كل شيء اللي تريده مشان البنات، صح لو لا؟ البنات هالوقت الكل تماسيح للبنات، فانا هدفي اريد مسدس على مود اروح اخطف من باب تيفا واحده من البنات اذا قدرت، اذا ما قدرت اخطف داعش. المهم هسه مهمتنا هو انه نرجع لكم السيارات. صح. اه يب. انا جاهز والشباب جاهزين وتعرفونا وتعرفون ايماتنا وتعرفون خططنا وتكتيكنا، ومو هذا اول مره انتم تطلبون منا شيء ونحن يعني ما نخيب امالكم ابدا، تعرفونا ما داعي نتكلم. بعرف لهيك جيت. بس امتى الحلقه الاخيره تشوفني عيونك الحلوين؟ يلا بالاخير. المهم طيب امير، بعد اكو نقاشات ثانيه شيء اشياء مهمه؟ امتى؟ ايه اشياء مهمه الصبح لين الساعه بالليل، كل ساعه بالليل هذا. يا رب يا رب جو يا خلي انزع المناظر، انا لابس مناظر اخاف. يا رب جو يصير يا رب. انا متاكد تلبس مناظر. اوكي طيب. الله اكبر الله اكبر. خلي فجر شباب الله. مناظر شباب في اي بي قبل وصل الدعاء. المهم خلي نكمل. لا امير طيب امين. ايه الموضوع كالاتي، حاليا انتم وقفوا هنا لمن احنا راح نوزع لكم الاسلحه. تمام. اوكي ممكن بعد اذنكم الموقع. امتى توزعون الاسلحه؟ الموقع تلحقونه بالسياره. موقع. حلو. طيب الوقت طبعا. الموقع اليوم ايه حاليا لازم هسه نوصل، لان يعني اذا ما وصلنا هسه راح ياخذون السيارات داخل المصنع وياخذون بالباخره ويودون غير مدينه. تمام. فلازم السريع نوصل. انتوا هذول انتوا راح تنطوني 5 مسدسات، هذول مسدسات انه راح نرجعوا لكم صح، انه سعرها غالي. إيه. تمام. بس وين راح نسلم نستلم المسدسات هسه على مود الشرطه؟ هسه بس شباب هسه راح شباب اذا. نعم. اذا الشرطه مسكونه
اذا الشرطه مسكونا والمسدسات يعني نحن نتحمل كامل المسؤوليه، صح؟ انا والعائله كله نحن نتحمل. انت تتحمل كل المسؤوليه، وثانيا واحد بيكون يموت نحن ما المسؤولين. لا 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 اكيد نحن، بس هذا السبب نحن بالمقابل عصابه بس. اوكي فهمتك امير. بالضبط. مسدسات راح تسلمونا بداخل. امير شوف ما تخاف، اسال قول قول افهمني، باو علي ابو اربع عيون، باو علي، انظري لي انظري لي، اسمعني. حسك مو مرتاح، رئيس العصابة مطيك شي اليوم؟ ما مطيك أكل؟ سلمني على طحين. طحين أخذ الطحين؟ أخذ الطحين اليوم؟ سلمني على المسؤول العصابة مالك، قولوا رئيس العصابة. لازم ننتبه ليكون في جواسيس هون. إيه شوف، أول شيء تنتبهوا لمس جواسيس، ثاني شيء الأسلحة بتخليه بالمحروسة مالتي، البي إم بالصندوق من فضلك، أسرع وقت عشان ما عندنا وقت، عندنا هواء كثير. يلا تفضل. ناصر شباب طلعوا يمين يسار، طلعوا يمين يسار، خلي هناك أربعة أسلحة. دوشكا ممكن نادي أنت لو دوشكا نادي تعالي أنت نادي حلوة للتجسس ابنية، تعالي نادي أمي أروح أفتح الباب إليك. أفتح الباب إليك، تعرف شو تسوين أنت؟ أنت تروحين تراقبين الشرطة، راقبين الأجواء هنا يم الباب. إيه هنا تعال شلون تمشي. أوه يلا أبقي هنا، هذا وهذا وهذا، كافوا عليك. احنا راقبين الشرطه، عصابه تيفا جواسيس ياخذون صور. انا الجهه الثانيه. انت الجهه الثانيه، راح اسد الباب للامان. ها شباب تمام تمام. ها اخي ها امير كمل. عدنان شو وضع قلبي انت؟ عدنان انا جاهز، انا جاهز. انا لا احس خايف انت. لا يا عدنان لا، رجال وحياته. شو متاكد؟ لعيونك. اوكي بدنا مصاري وبدنا بزنس. شوف انا ما يهمني ارواح، انا يهمني الورق اعيش فيها عصب عائلتنا، هذا اللي يهمني. اي والله خلاص ما عليك، المهم اعتبرها تم. والغاليه بخدمتنا، شبهها على جمالها، باو على الفقمه والضخمه بالخدمه، المحروس النمر فديتها انا، تجنن. لا اله الا الله. الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك، ما شاء الله، الله يحميها. ان شاء الله اشتريها احدث، بس يصير عندي فلوس اشتري احدث اطورها. اوكي امين قول. اربع مسدسات وكل مسدس ثلاث مخازن موجود هنا. تمام ناديه تكبر لنا. ناديه هي ناديه بتجسس. ما اسمعك امين. مراقب ولا امير؟ ناديه احنا نريد اربع مسدسات، ناديه تراقب وتنطينا انعاشات او ذخيره، ونحن اربع شباب، انا وانت وعدنان وتوشكا، اربع. يعني ناديه ما تاخذ مسدس؟ لا. اوكي اخويا من فضلك شيل لنا ثلاث مخازن ومسدس. الوضع تمام عندي. أمير انت ما تجي معنا، انت 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 مزكي، انت ما تجي تساعدنا؟ انت مو من عائلتنا ومحامي العائله. اوكي 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 حاضرين. هي قلت لك انت من عائلة امين. نعم اسف قاطعتك، ترى ممنوع تطلق اي طلقه في المدينه امير. ممنوع. اسمعني امير، هذا شغلنا سنين، ما تجي تعلمني امير؟ لا تعلمني طبعا. ولا انت ولا هذا الجندي معف يشتغل فراش كحشا عند العصابه، ما تعلموني. انا اعرف رئيس عصابه من هذا الشخص، هذا الشخص ولا شيء، ها فمسؤول انا اعرفه. امير تعلمني ما اطلق ولا طلقه بالمدينه، صدق تحكي؟ لا واني تعرف شلون، لان راح بعدين يجون قوات خاصه، عرف شلون امير؟ انا يهمني فلوس على مود اخطف التقى من عائله تيف، خليني اسيل مهمه. اعطيني مسدسها جاهزة. طيب دروعة، اكو دروعة؟ شو رايك تاخذ؟ تروح تودونا مصلخين غير دروعة؟ غير طلقة تخبط لنا شيء؟ مو المشكلة ما كنا نوصل العتاد الكامل للمدينة. تعال عدنا نحكي لك كلمة تعدوش دوشكا عراقب. تعال عدنا عم نقصد شو يضمن عدنا المهمات؟ بدنا درع، بدنا لازم دروع وكلبشات ورصاص. ادخن جيجارة انا. بدنا بس دروعة ارمو. دروعة دروعة لازم؟ لازم درع. راح ادخلني السيجارة انا من الفرح، هو اكو صاروخ بس يدوخني هالصاروخ، راح ادوخ الصاروخ شباب، هذا يوديني لكوكب ثاني ياخذك. شلون صاروخ؟ ها امير. هلا امين. غبي المسدس من الشرطة، شو غبي غبي غبي، طلع مسدس مين؟ لا ما في شرطة، ما في. اوكي راقبين زين عيوني. يلا امير انا مستعجل، ها اريد شوية عندي. يلا ماكو ماكو. اوكي اوكي خلاص. امير نعم هلا. ابو اربع عيون نتحرك. صوتك ناسي انت من الخوف. ارفع 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 ارفع، خايف هذا الجندي العادي. اترو انا راح اكون دراك حبي، تمام فديتك انا عدنان، شوفني
يا قلبي بس غبي لي على المسدس الحلو الورداية بس كنا مخرطش بس كنا مخرطش بديت انا شو راح تعمل الله لا يقدر اشوف يعني راح اذا طلع دم منك راح يبين فورا ف ما راح اتحمل ربي يحميك يا قلبي ان شاء الله طيب وش قلبي شرس بداك بداك روح انت خطه يا قلبي روح المشفى هذا ابو 40 ما يقطع عقلي منه ها اذا احكي مع رئيس المافيا ماله خليه يطرده مستحي ما ادري ايش بيه خايف يتكبر ايدوش كشبيك خايف من السياره وخايف انا مستحي خايف لانه هذا استنى عرف شلون وخايف لا تخطفوه عرف شلون يصير رهينه مال العصابه انا امين ما يريدوا الرهائن راح والله انا ما اخ ايه ما امين تدري مشكله ايه لازم ناخذ دوشكا على المشفى دوشكا انت اوف ضربتني سياره ناس حتتحرك يا شباب امير ناس ايه ها ناس شباب ناس حتتباو علينا ها عن الفت الانظار شباب لا 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 امير حرك سيارتك امير تعال فوت جوا امير شباب اخذ امير دوشكا انت بخير لا ضربتني سياره اخذ ابي اوديك على المستشفى هسه شباب لازم ناخذه على المشفى اي شباب اخذت مسدس انت دوشكا لا لا والله عدنان اخذت انا اخذت مسدس تمام شباب خلوا رقم 2 انا في الي مسدس ولا لا زت مخازن لا انت لا لا ليش شباب انا منتظركم بالسياره لا انت علاجات انت انت بانجات علاجات انت تراقبين انا هذه لازم العنصر يسار لي ما لا تسال انا خايفين على حياتك تمام دوشك عادي واضح ليك منطيني شباب قوم سلاح لا ما انتج انا احنا نخاف عليك لا تزعل يا باخذوا دوشك على المشفى عم يموت تمام احقوني اركب تنفس يلا شباب يلا يلا بس اركب سياره انت اركب انا راكب 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 اركب شباب يلا امين امين احنا هسه نجيكم تفضلي ناديه على المستشفى اول شيء امين اربطوا لحظه ما شباب ما عندنا وقت شباب الله عليكم دوشكا شلون دعم دوشكا؟ سد السياره موقع موقع بالجوجل شباب جوجل جوجل شايق ظفير شايق ظفير ناديه ناديه امسكي بطني خليه فد هذا الضمادات اسعافات الاوليه استخدمي انت بخير؟ مش قادر اتنفس تنفس تنفس حبيبي تنفس تنفس يا اخي شو تسوي؟ شهيق ظفير شهيق ظفير واحد اثنين شنو ها وي 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 مسوي اسعاف لحاله يا الله لحاني لحاني متت 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 بس دقيقة رح نخسر الولد بسرعة واي متت دوشكا صفى دمي رح يقول هاي حامل بس يا رح تولد شو ناس رح تولد توليد توليد يا توليد بضحتنا على عصابة رايحين باب الله نشتول عصابة ما فيهم سدساتنا هيبتنا هيبة راحت بيين صوات غريبة يطلع من السيارة يا الله اغمى عليه اغمى عليه شباب صيح يا ابو وزع 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 بوليس عندنا جريح يا الله يا سيارتي هم من دشكة سيارتي هم من دشكة يا طبيب والله محظوظ انه انغمى عليه بس معك السكن اي والله دكتور دكتور شباب نزلوه يلا يا دكتور ما اجى ما عم بقدر احمله ليش والله صار معه مثل ما صار مع دوشكا يا الله شباب اسحبوا اسحبوا دكتور انا مش كمان مدرسه يا ابو دكتور غادم هو يلعبون ببجي الدكاتره مقصوده وينهم ها دكتوره تلعب ببجي اوكي ها عايفين مرضى ايه مثل بالعراق في الجهه الثانيه اقصد مقصوده ما مقصوده طرشوله 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 كتلتون المرضى ما انا بالعراق اوكي خلينا نشوف مرضى راح يموتون يموتون وين ما ادري انت بخير تنفس ما مخلوق مش قادر تعالوا اركبوا كلكم السياره عشان ننزل يا الله اوكي طيب والله انا اخاف يرجعوا يطردوني مره ثانيه دكتوره الدكتوره عاد يلعبون ببجي دو سكواد اوكي طيب الدكتوره شحل الدكتوره ادري والله ادري شومهم والله يا الله اي صار صار اوكي شنو هذا قلبي عدنان لابس ابيض دكتور العائله انت بخير دكتور اصوات غريبه يجيب انتظرك شباب ما بدي اشوف دوشكا بهالمره خلي شويه شباب عبي الدهن بالسياره يا الله دخن سيجاره من قهر دوشكا بالله الله يقبلها وقف السياره على مدى المرور ما يقبلون الشرطه شباب راح اوقف السياره بالموقف الجراجات تمام موقف السياره تمام
يلا بسم الله. يا باب ما سدينا والله يا باب. ايوه الله يكاك دي يخرب. اوكي خلينا ندخل سيجاره شباب. يلا شباب مهم. او باب قلابه انكسرت. يلا ها الحمد لله على السلامه. الله يسلمكم. يلا وينهم وينهم؟ اخرت جرلي صاروخ. اعطيك هاي 2 سكان بس ديل ها؟ تمام. اوكي. طيب. اوكي. تمام. يلا شباب جاهزين؟ يلا. اه جاهزين. وين نروح سامير؟ اني جاهزه انا. راح يروح على المستشفى ويجي. تمام. امير والله يلا خطيها يروح المستشفى؟ اي والله. امير اتبعكم انا بالسياره؟ ايه لازم تتبعونا. تمام على كيفك امير على كيفك. على كيفك بالسيارة هذا الشرطة يعرفون أمير لازم طلع من إيدي السيارة أمير هذا فيروس نيت أخت أخت يا هاي خادني أوكي أقنعتنا ولا بلاش؟ إيه أقنعة بعد أنا لابس مناظر أريد أشيل المناظر على مشي جو الصبح ايه شلت المناظر حلو امير عليك كيفكم ها امير فورا نروح المهمة لو شلون امير تسمعني ها امير يعني شلون ايش راح نسوي هسه حاليا راح نروح على ذاك المنطقة في حاليا راح نروح على ذاك المنطقة مين في عصابة منتظرنا ما راح نروح قبل يعني عصابة منتظرنا عصابة معانا يعني مساعدة لا عصابة ضدنا اللي ماخذين السيارات ايه قصدك يعني يعني امير فورا خلص يعني راح نبوش خلينا نقول هيك ايه نحن قبل ما نصل راح اقول لكم يا شباب عوفوا السيارات البس الاقنعه البس الاقنعه عسل وبعد امير امير بعد امير ها امير الناس راح تعرفنا كاميرات راح اقف امير اي والله انا الشرطه راح يعرفون راح يدزون شرطه ها شلون هذول ها شارع عام امير بالله هالسياره مالك هيك من مافيا انتو ايش سياراتكم اوه اوكي تمام ايه مافيا كلاسيكية ها منافق كلاسيكية اوكي باب طبعا عندنا فلوس اعطوا هم عندنا فلوس نحن ما عندنا شو سيارتنا انتو شباب تتوقعون ضدنا شو راح يكون عدنان دوش كنادية شو رايكم معي اعتبروا ما يكون اللي يجيب لك فورا انا والله شكلي اليوم راح موت سيارات اعتبروا عندك نادية لا سامح الله نادية انت شو ما انطيتوني سلاح كيف راح دافع عنه ايه امير أين كان عندي اتصال آسف يا شباب تمام ملئم تمام هسه أقول لك أنا قاعد أقول نادية نادية لا تزعلين أنا ما أعطيك المسدس على مود لا تجين بتجيب أمام وتنضربين طلقة ما عندناش كم نادية عندنا نادية واحدة ما نش خفيفي بالضبط نحن شنو يمج ضمادات إسعافات الأولية فهمتيني إذا جرحنا ممرضة إيه ممرضة شنو أنت ما صح ما يعجبك الشغل ممرضة لا لا حلو حلو لا ممرضتنا بس انطيني انطيني السكين اللي معك هيك احتياط ما انطيك السكين ابشر اي مشان تسخن وتطلع رصاصات خليت لك السكين ما تريدين قزمه هاك هذا سكين خليت ابلع قزمه اللي يحفرون بيه القزمه وكورك كرك وقزمه تحفر قبرنا يعني شنو؟ يحفر قبرهم هسه ولد طيب عدنان شنو وضعك بالتصويب من الزمان ما شايف تصويبك والله انا غير شكل احسك مرتبك عدنان خايف عدنان لا تحمس الله دوشكا ما قلت لك هسه السيارتين عندك خلاص يعني اللي والله اللي يشوفوني يخافون بس باو عليها المكحله بشوفها الله يبارك الله يبارك الله يبارك حوطب لك بجاي من عين رايح وش جاي اي والله راح ابتعد اي والله نعم ها. شباب هنا اطلعوا اطلعوا ماسكات تلبسوا او لا ما يحتاج تطلعوا ماسكات لان الطريق بعيد اوكي ماسك شباب انا بس القناع شباب السواني خلينا نشوف المسدس مالي موضوع تمام بس باو على اللبس ديو والله يخوف كلكم اها ناديه لبستي الماسك خلينا نشوفك اوكي حلو عدنا لابس ماسك نايس شو ما هاي لابس اوكي هي حاطه الزي على وشها ايه الزي ما معي فلوس اشتري شو اسمه فضحتينا اوكي ما معنا اوكي ايه انت بس شوف ملابسك ملابسي حلوين او والله صح أو يلا يلا ايش فيها ملابس ما فيها شيء يا شباب رئيس عصابة ها يلا رئيس ايه لا رئيس عائلة مو عصابة خش رئيس عائلة بهالشورت يلا تمام ثواني
ثمانية شباب. عشرين كان يصير لي وشنا. شباب تبوا من هالسيارة تخوف هالسيارة يسارك يسارك يسارك. هو يمشي عليه كيفهم؟ ربط الأحزمة. ثواني يا شباب. أنا زرت جامات شوية شباب. أوكي. لا ها مو لا والله ها. ها. ها أترو ليش ما سويت الزجاج أسود؟ زجاج بعده مو أسود؟ هاد سويه لا لا هو كفو عليك اليوم إذا سوينا المهمة وف اسم ها حلوة حلوة كفو ذكرتيني اليوم إذا سوينا المهمة وإذا فزنا الفلوس أجي أصرف على السيارة الجامات العجلات الدعامية الأمامية الخلفية البومبر وكل شيء راح أسوي بس إذا عندنا فلوس نغير نغير مستعدين أمين ما أسمعك تفضل إيش قلت مستعدين إيه مستعدين هاي هاي كابتن تمام راح يكون طريق كلش بعيد شوية راح ندخل بالجبال يعني راح نسبه تمام يلا أمين بس طيب أوكي قبل يصير الليل لازم نستعجل شوية جاهزين أنا أمشي وراك أمير ولد لقد حان الوقت شباب جاهزين يا رب إذا أنا متت إذا أنا متت عصابة عفوا عائلة أترب ركبتكم عائلة أي تي آر لا أبدا ما تموتوا أنا موجودة أنا راح أدافع كل هذا اللي راح اسويه والله من اجل الفلوس والمال من اجل انه نعيش بامان من اجلكم هذا اللي راح نسويه انا متعيش والله فلوس. فكرت راح تحكي كل هذا من شانكم طلع من شان الفلوس والمال لا عفوا هذا الفلوس اللي نسويه مشان كل هذا نسويه كل هذا اللي نسويه الخطوره مشان الفلوس والفلوس مشاننا صح ولا لا طلعت انا استمر طيب ايش جاي ما عليك تمام اتكلم مع هذا تمام تكلم مع احكي باللاسلكي ما عندنا لاسلكيات بعدين اشتري لاسلكيات هذول اللي يحكون بيها مجنود كلها تضبط هاي بدايه باع المحروسه ما شاء الله اوكي الله يبارك الله يبارك شباب راح الف الجدار عم بسمع صوت مش تمام صوت شنو كانه سياره تفوف لا ماكو سياره والله ما بعرفه ويمكن تهيألي بس فوفو بسيارتها تجي على الصحراء فورا تموت فورا يخطفوها العصابات هذا الصحراء كله عصابات كلها هنا ماكو شرطه هنا ماكو عداله هنا ماكو قانون هنا سرقه فوفو بالبي ام تدخل بداخل الصحراء ما تبقى عايشه مستحيل ما تشوفش كل واحد حقوا علينا مجرمين نعم اصلا هنا ماكو ما بالسجن اتوقع ايه حتى تعوف المحروسه تموت ما فهمت قصدك عيوني كيم كارداشيان يلا أتروخ أمير عليك كيفك أمير لستك تمام جيتك أبو السيارة أوكي والبابا تسكر أحد يلا جاهزين يا الله يا الله عليها كنا الله يلا طلع الوجوه الحلوة الوراك شوف العصابة قاطة شوف شو ووو ما شاء الله أمير روح سريع ولا يهمك وأمير يا الله وين بابا شو شو متنا يا الله ما مسيطر لا تخافون علي ما متوتر ها انتم متوترين ماكو توتر ليش لا متعودين اترو متعودين احنا هيك اشياء شباب ما راح اذكر هذاك اسم هذاك الشيء بس اشربوا هذاك الصاروخ عشان لا تتوترون عشان نطير هسه لا كثير عشان لا تدخون واحده واح لابس قناع ما اشوف ما يحتاج أنا. ما يحتاج الرجوله منذ الطفوله يلا روح فو على المعنويات ارفعي معنوياتنا هيك يا دكتورة شباب انتبهوا انا ممرضة لسه ما تخرجت شباب عفوا اذا طلعنا سالمين من هاي بترقى دكتورة سيارات منطقة امشي ما يسمع صوت يا الله نقول هنا بالباب ثواني شباب تمام شو هذا المبنى امين وين راح توقف السيارة هيك لازم نحضر السيارات هون ايه صح اترو لفك انت كمان يعني امير هم داخل ما افتهمت امير 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 ما افتهم امير حامي وين امير قالوا بعد من جوا بعد من جوا ندخل جوا ايه اوه سيارات يا الله والله شكله مبنى شباب هذا شنو هذا يقول على اليمين حتى لا يشوفوا ها من اليمين اوكي ايه هذا من ورا المبنى
هامير راح تصعد على الدرج انت؟ ها اوكي. ايه. هامير ايش راح نسوي؟ احنا نبقى؟ ايه. عمين احنا ايش راح نسوي؟ ندخل من فوق عليهم. تمام، دقيقة خلي عد السيارة. جهز السيارة. تمام. جهز السيارة. ايه. راح اجهز السيارة الشباب بالضبط كفو نادية. حلو. يا اخي احس نادية تنطيح داثيات اكثر من دوشكا وعدنان، خايفين انتوا اثنينكم والله. والله ما خايفين، والله خايفين انتوا اثنينكم. انا شوف بايدي انا عم اشرب سيجارة. هاي اخر مهمة العب معاكم، وين احداثياتكم؟ اخاف اني وحدي. شباب يلا مسدساتكم. خلاص اطلع الدرج. يلا كفو ايش اريد؟ كفو نادية. ها نادية مع السكينة هم. ايه؟ اطلع سوي ريلود، جهز حالك. جاهز اني؟ مخرطش؟ خرطش هسه؟ مخرطش شو؟ ايه مخرطش. ذكرتني خرطش الفردة. باو على الريلود، باو على الريلود، باو 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 باو. اسمع الصوت. بام ريلودت. الله يبارك بيه. الله يبارك. اوكي هو ريلود. تمام. بسم الله. بسم الله. يلا نادي. تعالي نادي. يا الله. تعالي هون. تمام. طيبوا شباب ليكون في قناصين، ها يمين يسار فوق. اخ راسي. اوبا على كيفك لابسه بابوش بالمهم. لابسه كعب ما يصير. شباب امير باوع زين. امير باوع اماكن زين. راقب يمين خلف. عدنان راقب من اليمين. يلا تمام. انا يسار. نادي انت يا عيونك اللي بعيون البنات ليزرات جاسوسات. شوفينا يمين يسار يسمعونه كثير زين. شوي شوي شار رجليكم شوي شوي. يا الله. تبوا اكو شباب برج عالي ها بس لا يكون في قناصين والله ما ادري اذا عندهم قناصين على الاعصاب. طيب امير هسه شنو الاحداثيه اللي راح تسويه؟ انتبه امير. امير راح احاول. دير بالكم عالي. اوبا. انتبهوا لرجلينكم يا شباب. اي والله. حاليا امير راح نجسس عليهم ونخدرهم. ها يعني نجسس او شي نباوع عليهم قصدك؟ ما افتهمت. ايه راح اول شي وقع. انتبهوا يمين يسار شباب. انتبهوا شباب تمام. الوضع حاليا امن. يلا 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 شباب كنتوا تمام وضعكم؟ انا مأمن ظهركم شباب. انا كمان انا كمان انا مأمن ظهركم عليكم. شايفينهم؟ هيا نوم. قلت اوصلت اوصلني شنو يقوص؟ ما من يقوص؟ تعبان؟ ما حد يقوص. صدق تحكي انت؟ ما حد يقوص حبيبي ما حد. لا 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 اكيد ما نقوص مستحيل. شباب على كيفكم؟ شوي 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 شباب اسمعوا خطواتنا شباب. شباب على كيفكم؟ تحت اطرق تحت تحت لو هنا تحت. اه تعال تعال اطرق تحت اطرق. اشوف واحد وين لابسين جزم هذولا. تعال روح من هون. واحد اثنين ثلاثة شباب راح نط. ياخ اي بدا صار اطلاق. بدا اطلاق شباب اطلاق اطلاق اطلاق. شنو هون؟ مات اول مات الاول. اعطيني مجال مجال. قتلت واحد. انا قتلت واحد. كفو انا قتلت واحد. واحد ريلود ريلود ريلود. جرحته ريلود. دمجت شباب ايديه ايديه. دير بالك دمجت واحد ريلود. قتلته قتلته قتلته. في سعد ديلا ريلود ريلود ريلود. ضربت رجليه كفر ريلود. قتلته كفو كفو. باقي اتوقع ثاني ريلود ريلود ريلود. اخ ايوه انت بخير امير. ايوه جايب وقعد من فوق. شنو انت فايق امير؟ ما ظل طلقات يمكن بس 3 طلقات ظل لي امير. شباب ما بقى لنا طلقات. او انا معك انا عندي مخزن اوتو. تعال راح انا بالمنفرد. شباب شباب ما ظل طلق. ايش راح نسوي هسه؟ صديقي صديقي لا راح اموت شباب. علاج ناديه ناديه امير ادرينالين. اخ علاج. وين الطلقات؟ جانزف. وشباب اهربوا شباب اهربوا. امير اذنني لا اعطي لا اعطي ابره ابره ابره. تعال تعال اعطي ابره الاترو. اسمعني ابره ابره. انطي النادي خلي ابره الاترو ابره الاترو ابره الاترو. تم تم تم. يلا اركض اركض اركض. اخ شكرا. ابره واحده نادي. تعالي ابره نادي. يا الله يا الله يا الله. اغمض عيني لا حد يشوف شباب. راح كفل لك راح كفل لك. لك لا تشوفون شباب. راح تتوجع شوي اترو. ولا يهمك. يلا مسكين مسكين. يلا انا عم كفر لكم. يلا يا الله شكرا. الحمد لله. يلا عصابة عصابة ما يخافوا من كل شيء. اخ يا من الخوف هذا. بيمان امير ايش راح تسوي امير هسه؟ امير ايش راح تسوي هسه؟ شباب امين هسه نروح نروح ناخذ السيارة. امين وين السيارة؟ يلا امير روح. تعالوا يلا 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 اترو. بسم الله بسم الله. يا ويلي البيم يا اخي. بيم لعوف الاهل. بسرعة بسرعة عوف البيم لاهله. وي 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 حزام ربطيه والله. جميلة باع البيم بابا. هنا هنا هذا هو الاصلي.
هامير هيا نامير هو لكينك 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 شحنتين ورا بسع بسع يا شباب بسع زدتوا كل شيء زدتوا كل شيء شوف ول 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 لكينك السيارتين دول شو الله شباب. شوفوا شو مبين شباب شوف السيارة الله المرسيدس انهيهم شباب انهي حياتهم يلا. واحد اقتلوهم شباب اقتلوهم اتركوا لي واحدة اضربوا سكينة اتركوا اخ يا عيني حتى نادية مالنا ممرضة عنيفة خلاص الطلقات شباب شلون راح تسوي امير واحد يسوق السيارة انا جاهز السيارة انا حطها معك نادي اقتلهم اخ عنيفة بوي اوقف 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 اطرد امير خذ السيارة انا راح اجيب بيها نادي تعركبي معاي انتي شباب انا اخذ سيارة بيضاء اخذوا ساعة سريع شباب سريع يلا عدنان معي عدنان يلا بس خلينا ناخذ مرسيدس لا لا شو بدنا نسوي لا لا تبعتنا هي يمكن تبعتنا كل واحد سيارة شباب تمام ثواني يعني ابو 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 واحد راح ياخذ مرسيدس ولا لا يمكن بس الشاحنات انتظركم براس الفرع يعني شباب يلا سيارة هذا ايش راح يسوي على الورا راح اشوفه راح ياخذ اسلحتهم ملابسهم وراح يبيعهم كلهم حتى على تمام حلو اوبا يلا الثانية مع يلا تعمل لنا بطريقته يلا جو يلا ثواني شباب ثواني شباب يلا شباب يلا سريع يعني يلا مع السلامة روح 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 شباب يلا سريع شباب يلا يلا خاف يطلع من هنا عبر 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 خلاص يلا ثاني ثاني سير ايه كفو روح تمام كفو انتوا ثلاثة تعملنا الطريق ها ايه طيب منو السيارة الأولى؟ أنا السيارة الأولى لازم قدامكم حتى أعرف الطريق يا شباب تمام أنا وراك أمير أنا حاول كل شوي أجي قدامك نأمن الوضع يم القطار تمام البي إم مالي سريع علي أنا أمير أخاف أن تصلب العصابة فهمتني؟ صح بالضبط انا راح اكون وراكم بالنهايه عاد تمام تمام راح اشغل العالي انا اجانزف ها شويه شو عم يعطيني مجال اخذ اليمين كفو اطلع من هون برنتيك ابره ماكو اي قطار تعال سريع تعال اسد ماكو ابدا عبر تمام عبرنا عبرنا ايه يلا يلا تاخذون اليسار امير؟ اي ناخذ يسار وبعدين عدل تمام روح خذوا يسار روح يسار كفو 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 سريع عدل ها انتبهوا يسار يمين ول 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 وين راحت وين راحت؟ قبل امير؟ عدل عدل اي عدل اوكي روح انا على الجهه اليمين راح ضل تمام بعدين على اليمين يا شباب راح نطلع من هذا الطريق على اليمين تمام تمام انتبهوا السيارات في الطريق ولا يهمك انا اخذ ترابي بارك ابو العمر اييه الوضع ورانا تمام يلا وراكم الوضع تمام واحنا ما في حدا ورانا الو وضع كل شيء تمام شباب كله تمام بعد كله تمام بعد امشي قبل امين لو شلون حاليا عدل هاي الطريق كله عدل تمام روح عبروا اللي عاد خلص الوضع تمام روح امن لنا الطريق اعطوه انت كل شوي يلا 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 تكون لكم سيارات شرطه او شيء عاملين كمين عدري يا شباب اوه جاء طريق الرمل يمين جاء طريق الرمل يا الله يا الله يا الله بسم الله تمام جينا جينا شباب انتبهوا مش بيهم موجودين خلي اضرب يمشي قدامنا مشان نصفيه اي جيتكم شباب اوه ترابي هاي بي ام بو 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 اوكي امين انت لازم تختصر من اليسار اطلع قدامنا اي والله امين اطلع تأمننا الطريق اللي تروح عاملنا اي والله كمين حاجة شيء حاجة طيار احنا انت حاليا قدامنا احنا وراك شغل عالي شغل عالي شغلوا العالي والله شباب ما شوف دي بالك هنا طريق مختصر على جهه اليمين يمين مقابلك اطلع هذا طريق مختصر حلو نحن وراك نحن وراك 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 امين انتبه هنا اكو لفه قويه شباب راقبونا الوضع شباب من الجبال قناصين امين صافي حلو انا احاول اروح قبلكم اكو سياره شباب مو طبيعيه سكران هاي سكران بنيه شباب انتبهوا الطريق يا الله يا الله يا الله طريق خوف انا يا الله يا الله بس راحت انتبه انتبه عبرتوا سياره عم تزحط على الرمل ايه ايه عبرنا 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 الحق من الحق لا يقدرونا كونين طيبين انا خايف تمام سياره شرطه تكون ناطرنا ها اوكي خايف ثابت تلحقنا ناديه ناديه انا ايديا جاي ينزف شوي لو تخلينا ضمادات على ايديا ها ايه تمام ايدي اليمنى ها لسه عينزف شباب راح اجي اراقب قدامكم تمام لا سلكيات ما عندنا لازم نجمع فلوس شباب لا سلكيات والله. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي اوكي اخذ ايش لون ايدك هسه ايدي احسن شكرا اوقف اوه وي اخ يا اطرو لازم خياط بعدين اوف
خلي اعطيه نطري اول الحمد لله ولا دقيقه لا تروح نابو البيم خليه يروح ما ضل بنزين شباب ما بقى بنزين ايه راح توصل مين يا الله يا الله يا الله يا صار فجر ها امين صار فجر اي والله ايه تبين تبين تحلت شوي شوي تبعته ها طريق خطر صار فجر ابو بنزين وقفوا وقفوا اوكي ابو بنزين يا شباب يلا شباب ما ضل بنزين راقب دشكا دشكا نزل من السياره نادي راح راقب المنطقه المنطقه دشكا نادي اذا تصعدين فوق على السريع تعالي تعالي انت شي مسدس اخذي مسدس خلي بيدك ها خلي تبص صندوق السياره خلي بيدك اسحبي الطلقات وروح اسحبي يم الجسر راقبي لي انا راح ابي بنزين انا عم امن الطريق ورا تمام انا وعدنان اخذت المسدس ابو السياره تقدموا شويه شويه تقدموا تقدم يمي شباب يا الله البي ام بلوعه بس وحشه والله عاد ابي بنزين يا اخي بس نفوز اذا بس اذا فزنا المهمه اخ اختي فرح انتقم منك ان شاء الله يا رب هاي الطريق قدامنا كله آمير. واضح يا افهم وين بدت هاي دي يقوم توصل اصل الوضع عندنا تمام اوكي تمام بنزين وضع تمام اوكي يا شباب يلا شباب يلا 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 سيلكم كفر ثواني نادية جاهزة ايه قدامك وينش انتي كفو كفو عليك اطرح حزامك تمام تعال اركب عيوني وراكم 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 اوه شوي باخذ شنطة دعمه حلو جسر امان يلا روح تمام سدي الباب عيوني النفق النفق والله النفق يا الله الباب الباب كيف 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 عم تعال هسه راح الزباب بطريقتي طريقتك لا لا طريقتك يخوف امين لا باب السياره خلي خلي امشي امشي انا بسكر امشي مرة مرة هذا هذا يا ولد اخ نادي ما سكرين الباب فلوس ما كان بعيد اوكي شباب انتظروا شباب ما عندي لا سكر ماشي على هذا جاكم اول بيان جاكم جاكم طريق تبين تبين طريق جبليه تخوف شوي 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 روح هو هنا مو عادري يلا عبير يلا 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 قدامنا انت تأمننا الطريق يلا روح لا انا اخوف هنا يخوف لا اخاف يجون يا رب يا رب نربح يا الله يا الله يا رب تكمل المهم هنا امان شوية طريق امان ورا ولا يهمك روح حلو بس ترى قلت لكم البي ام طلعت من حقه لولا يا اخي كفو منك كفو والله كفو صاحب صديق هذا البي ام ما يخونك ابدا وحش شباب شوي انتظروا كم ابو السيارة عبر اول واحد عبر انت الدرع بشري اروح ادعم السيارة شوية خلاص مخلق 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 وي 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 اوكي لازمين هسه ننتظر تمام شباب نادية تطلعي شباب طلعوا مسدساتكم يلا خلينا بس نعدل اكو السيارات تمام تقدر تخلي لي المسدس بالصندوق ما عندك مخزن شباب طلقات مخزن واحده خلي اشوف خلوها بالصندوق مخزن ما عندي خلاص ما عندي والله اترو اترو تاخذ اترو طن تفضل من ياكل المسدس خليها بالصندوق السياره بالصندوق السياره اترو تعال خذ المسدس تبعك بالصندوق السياره خلوها تعال شباب راح نراقب ها قلبي انا عم اركب الطريقه اتوقع احد يجي خلوه بس تقصير تمام سدس واحد على متراقب دوش كان زاد تحت بعدي والله يلا شباب امين اللي ما يفتح الباب انا راح اروح جوا راس الفرع راقب حتى من هون مامن الطريق كله من نزله تمام تعال دوش راح اخليك تركب معايا انا يلا وينك ليك امير من يفتح من يفتح الباب فتح الباب خلاص 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 تمام يا شباب لعن هذا راح انزل اعطوه شال السيارة تمام عدنا نطع يا الله عي بطنش عي بطنش عي بطنش عي بطنش يا شباب اوه حطوا ادخل قدامنا يا الله سوى تلوث سوى تلوث يا الله هنا بامان نحن عي بطنش عي بطنش نحن بامان انا شامم ريحة مصاري هلا يا الله البي ام
يا الله دعوا لي شباب المستقبل، ادعوا لنا بالمستقبل. اه والله سيء. والله تيفا خليك تدفع الثمن انت وعصابتك، لان هذا العصابه بظهري. بس انتظروني، اذا اليوم جبت مسدس اليوم راح نخطف واحد من عصابه تيفا. اخ تيفا، ها تخوفني بسياراتك بس باوع العصابه اصدقائنا. اويلي يا الله، اللهم صل على سيدنا محمد. يا الهي اكس 6 بامان مو؟ اي والله خلي عند السياره همين. حمت السياره. الف الف اترك شوي اوكي. هنوقف هون امياك. باع باع والله هيبه، اقسم بالله بين كل السيارات. بس شوف شوف مرحبا اخويا، شوف الغالي من عندنا حاليا سيارتين. ما لو انا مو متاكد انكم راح تجيبوها ما راح اكلفكم بالمهم. اوكي انا حب حنجرتك الخفيفه اللطيفه، ولكن شكرا لك. شكرا. اكيد نحن ثقه وقولوا فعل، احنا قولوا فعل، شفت بنفسك. بارك. ما حد فينا انجرح، بلا انا انجرحت شوي لان خاطرت اكثر شوي تحمست، ولكن هذا السياره الاولى. السياره الثانيه مليانه طحين، هذاك الماده ما نقدر نذكر اسمه، موجودين وسيارات مضبوطه. واتوقع عدينا المهمه. في شيء ثاني نسوي لك اياه؟ لا شكرا، بس اعطيني الاسلحه. اعطيك الاسلحه اكيد. ابشر. تمام شباب. وين اخلي الله بشوف. لا يا ابوي، يعني متى يصير عندنا هيك السياره؟ ان شاء الله يوما ما اترى. اترى حط المسدس تبعي بسيارتك بس ما عاد في رصاص راح. تمام شباب خلوه بهاي السياره يا ولد. خليته بالجيب يا ولد. تمام اللي حطيناه هون امير هون. انا ما راح اكون انسان امير، حالي اتكلم مع مسؤوله. ايه اريد امير مسدسات هون. المفاجأة خلينا نشوف المفاجأة شنو هو. تمام طيب ان شاء الله ما كان يضحك علينا مصاري بدنا. انا متحمس يا والله. اشرب مي شوي انجرحت بس يلا. انا والله انصاب اترو بس الحمد لله مشيت على خير. بالضبط. خلينا نشوف ايش راح يصير هسه. اشرب مي جوعان. شباب لا تنزعوا الاقنعة، اكلوا اكلوا بالعافية. حط عندك مي؟ مي عندي مي، تيد مي؟ اي والله. لازم يكون الهدايا يعجبهم، اذا ما يعجبهم اكيد هدايا يعجبنا، اذا ما يعجبنا راح نزعل من رئيس العصابه. احنا نعمل انقلاب. ايه هسه هسه نحرق نحرق الدنيا. ها تعبي نادي. نعم زعيم بيتشكركم. الزعيم شنو بيتشكركم؟ العفو يستاهل زعيم، تحياتنا له الزعيم. اهلا وسهلا. العفو العفو، نحن بالخدمه. اي لكم هديتين الاولانيه مبلغ مادي. هديتين خمس هديتين. مبلغ من المال مقدر ب 5000 دولار. 5000 دولار اوكي. وفيها في هديه في السياره بالخلف. راح شوف هديه بالسياره الخلف بالاكس 6. اوكي بسم الله شباب، هديه بالسياره الكل يريد يشوف. يا الله جاهزين؟ والله جاهزين. يا الله يلا شباب شو يا اخ. هذا خلي هو يشوف الهديه. اوكي خلي اشوف انا. اخ اي يا اي تعال من دعاه كبران يا بقى. خلصنا بدنا نشوف الهديه. يلا مجروح مجروح نادية. يا مجروح انضرب الطلقة. يا الله. طيب شويش بسم الله شوي. يا الله شلون مسدس هذا؟ سي ان سي ان اس اس ان اس ان اس اس ان اس بيستول ام كي وات اس ان اس وات. شباب ايش السحر هذا؟ اقتل بيت انا هذا. اللهم دقيقة راقبوا لي شباب. ما عليك هذا رصاصة واحدة تكلف كثير. ها لا تضيعون على الفاضي الا براسي. شباب شنو هالمسدس؟ الله شوفنا شوفنا. ها شوف مبروك مبروك شباب. حلو جربها جربها بلكي ضحكين علينا مستعمل خربان. اول طلقة بجربها بتيف وبعصابته. هذا المسدس شباب، هذا المسدس تعرف شنو هذا؟ هذا هو اللي راح يحمينا. وهذا المسدس اللي تشوفوه بديه، هذا المسدس اوعدك هذا المسدس وتشوف هذا البي ام، راح اركب واحد من عصابه تيف بالصندوق البي ام بهذا المسدس اهدده فيه.
اوعدكم بس انتظروا يضربونها. نسيتوا الضربه اللي يضربونها لو لا؟ نسيتوا اللي اساسوا تذكرون له لا؟ لو نسيتوا بسرعه ذكرون كيف وعصابته. ما ننسى الاهانه ابدا. الاسى ما بينتسى. اي والله عيد مره ثانيه. الاسى ما بينتسى. اجيب ناس ثقه هسه اقرا بس ثواني. بلكي هذا المسدس مو شغال. جربوا اثق والله بعد يدفع الثمن هذا. واحسن ما تروح تحط براس تليفون ما يطلق. يعني المهم يخاف. لا ما تقدر تطلق دوشكا لان هذا المسدس دخل بدون امر الحكومه. ايه اترو. نعم في شغله ثانيه. الزعيم بيتصل لك على وزير الشرطه بيقترو عليه عشان يعطيك ترخيص للسلاح. اوكي يعني زعيم العصاب زعيم العصابه راح ينتصل زعيم. اوكي ينتصل بمدير الشرطه عشان يعطيني رخصه المسدس. رخصه يعني ما حد ينزل. تمام يعني هسه اروح لمركز الشرطه. هلا بتروح لي. شكرا لك سلمني على زعيمك. نعم بس اعطيك المصاري. المصاري اي والله 5000 دولار. تسلم قلبي. سامع عيوني. 63 هلا 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 5000 دولار ما شاء الله يا ويلي. شباب امتى يصير بي ام شباب طيب وصلنا في فلوس شباب. خلي نشوف كم صار عندي فلوس حاليا. شباب عندنا فلوس 5000 كاش ورق. هذول لازم نخليهم بالبنك قبل لا يخطفونا. وعندنا بالبنك 23000 دولار. 23000 دولار زائدا 5000 28000 دولار عندنا. حلو شدتين. والله نعم نعم الحمد لله الحمد لله. شباب نجمع ونجمع عشان نشتري مرسيدس موديل جديد او نشتري بي ام موديل جديد بعدين نشتري تشارجر. طيب شباب خلوني اشرب شاي ونشرب شاي بعدين نروح لو شلون. خلي اشرب شاي واحد. اشرب شاي بالبيت. يلا يلا نشرب شاي بالبيت عشان براحتك تشيل القناه وهيك. امين طريق بعيد. ما هي متفه شاي عندي نسخن. اوكي هذا روح مركز الشرطه. عواف اشرب 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 بس لو بالبيت. يلا خلينا نصل البيت. بالبيت بالبيت اخاف يصير الليل شباب. اها العصابه ما راح يوفرون الحمايه. ها لازم نحن نوفر الحمايه لبعضنا. تمام شباب اعطيك الجوجل. راح اسحب المسدس ما اثق. شباب راح اسحب الطلقات. تمام حطيت الجوجل مابس. خليت الجوجل مابس. ايه شباب المسدس راح يكون بيدي. تمام اوكي امي كيف اها دوشك احس شويه مجروح. انا ما تسوق مكاني. يلا اسوق شويه مجروح لحد انا بعدين اروح المستشفى. اذا توديني المستشفى من بعدين. أيوة والله. بس اول شيء مثل ما قلت لك تدري شوف شوف الدنيا شو شو شوف العصابات وشوف الواسطات وشوف التخريب. رئيس العصابه اللي نحن نعرفه راح ينتصر بمدير الشرطه اوكي ويخبره انه راح يجي اترو رئيس عصابه اي تي ار العائله اي تي ار وخمر انه انطي رخصة للمسدس الي. تخيل واسطات واسطات. بتدير بالك هذا سينا حادث؟ لا ابشر امشي على مهلي. شباب انا افكر بهذا المسدس. اكتبوا لنا شباب بالتعليقات منو من عصابة تيف نخطف. منو نخطف وامتى واي وقت وكم واحد وكيف نخطف؟ يعني نخطف ولا نختالهم؟ يعني قتل فورا؟ فهمتوني العمليه؟ يعني انه هو يم الباب فورا نطلع بالسياره نقتل واحد فيهم؟ تريدون هيك ولا تريدون نخطف؟ لا والله اترو بدنا تعذيب. صارت بالدم ننتقم. ما ناديه مشكله تعرف شنو؟ التعذيب اذا جبت واحد من جماعه تيفا. شوفي اذا جبت واحد من جماعه تيفا انا ما بقدر ادخله بمدينتي. لازم يحتاج غرفه تعذيب. سرداب تحت غرفة خاصة نعذب وخليه انه يعترف ويحكينا على اسرار عصابة وعائلة تيف. فهمتني؟ كيف يجيب فلوس؟ شنو اسرار البيت؟ اماكن البيت؟ فهمتيني؟ بس ما عندي مكان انه هو راح يصيح راح يطلع اصوات. فيمكن الجيران بيشتكوا علينا ونحن ما نريد نستخدم الجرائم بمدينتنا. اسمنا عند الشرطة كلش ابيض قائمتنا. فانا خايف جدا. اذا تريدون نسوي عملية الثار بالدم. نرجع الدم شباب. نطلع يم باب القصر متيف نجيب سيارة فان نلبس ملابس عصابة ورشاشات ونرش واحد فيهم كامل.
تيدون نخطف فوفو؟ ما ادري كيفكم. فوفو انا اني فوفو لازم اخطفها لازم لازم، بس ما عندي مكان، نحتاج غرفة. فوفو راح تصرخ، انا اقول لكم شباب اذا مسكت فوفو راح نعذبها. لا تقولي لي اترو انت ما ادري شنو، لا فوفو عرفتوا شو سوى فينا. والله اللي سوى فينا مو قليل. فجت سيارتنا و... فجت كل شيء سوت. فاب كيف انه هي مع عصابته؟ ايه اكتبوا لنا بالتعاليق، واكتبوا لنا بالتعاليق ايش راح يصير، وان شاء الله خير والطيبين. وسطونا دوشكا والله ايه والله ودينا سريع على بيتنا اول شيء، بعدين انا بالليل اروح بالليل بروح مركز الشرطه، انا اتكلم على المدير ينطيني رخصه السياقه، انا اتكلم معهم خلي يكون جلسه خاصه هي. فاني ما ادري بصراحه، اكتبوا لنا بالتعليقات حبايبنا الطيبين انه شو راح يصير، وان شاء الله خير تكون. انا افكر انت شو تقولون شباب؟ انا اقول اول شيء نكسر ظهر التيف، تمام؟ نكسر ظهر التيف شلون؟ نستاجر لنا فان، شو يسمون فان، السياره المرسيدس الاسود تعرفون حلو الفان. اوكي نلبس اسود، نستاجر من هذا العصابه شنو، نستاجر رشاشات نصف آلي اس ام جي اوزي تعرفوه؟ ايه الاوزي. اسمعني نلبس اسود اقنعه قبل هالصبح بالبي ام، نروح نراقب منو يطلع من يفود منو يجي، بتجيب السياره منه واحد فيهم يطلع بالسياره نرشه بالطلقات رش ونهرب. بيت الفكره وما... ايه وما نترك اثر ورانا. حلو 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 انطوني جاسي. اول شيء هذا راح ينكسر، اول شيء اول صدمه للتيف راح يصير راح ينكسر ظهر العائله وعصابه التيف فورا، راح يقع بصدمه كبيره، راح يتفلش معنويا جسديا عقليا، راح يتدمر. نحن هدفنا انه نأذي التيف، نعطي الضربه الساحقه وخلاص. شو تقولون؟ بعدين نبلش عمليه الخطف. ليش ادري ما تبلش عمليه الخطف هسه؟ اول شيء اقول لك ما عندنا غرفه ما عندنا، ويخوف لان راح يطلع صياحات التعذيب وراح نطول يومين ثلاثة، راح يكون عندنا رهينة همين، وجس نطلب من تيفا فلوس عشان نطير رهينة بعد ما نعذبها. شو تقولون؟ والله أطلع والله بس سوينا موافقين راح يحاولون وصار معنا أسلحة وهيك راح يخافوا معد... ايه وخطف. تعرف ليش ما نقدر؟ أخويا ماكو بيت، ماكو غرفة. إذا أنا ودي فوفو بيتي أو واحدة من جماعة تيف ودينا على البيت قلبي. ايه هو ها إرادلنا بيت بالصحراء، أشتري غرفة استأجرها للتعذيب، لازم نجمع فلوس. فشباب خلونا نروح. هل عصابة هاي ما نستأجر منه بيت؟ اي والله اطلو نطلب منه المثل هذا البيت. انا دزيت الرسالة لهم العصابة باكر راح اقول له، بس انا اقول لك عصابة هذا قوله فعل اقدر يعني انه عصابة اقول له انطوني مسدسات نستأجره وراح نقتل فيه، هم يعرفون كله قتل وخطف، فانا اقول هذا افضل شيء. شو تقولون انتو؟ والله والله حلوة يعني ما نسوي هاي الشغلة راح يخافوا ويعرفوا احنا معنا سلاح وهيك بعد ما نخاف منهم بالضبط. فأنا أقول هيك هذا الشيء على كيف قلب البي ام مالي نغسلها منها، يلا باش نغسلها. ها شلون البي ام؟ والله شلون الله عليكم أفتح لك الباب البيت تقدم شوية على كيفك خلاص، هذا ما حد يقدر يدخل جوها بسم الله. ها دخلنا ببيتنا شباب، اخلعوا الأقلعة والملأ أقلعة شنو أقنعة الأقنعة والمسدسات مو أحسن؟ بالضبط. ها وروحوا اذبحوا كأنه نحن هسه ما صار شيء، نحن مش مجرمين. دقيقة ها ايش نحن مجرمين؟ ما لا نحن مو مجرمين. عائلة كنا برحلة ولا رجعنا؟ بالضبط نحن عائلة اي تي ار كنا بنزهى بنزهى. بالضبط نحن مو عصابة. ها ها نحن كنت بسوي مشاوي. نزلي سكينتك. كنت بسوي سلطة سلطة. وحش البي ام اي والله وحش. قولوا فعلا ارجعها غسلها انضربت باكر ودي المصلح. هاد شلون فات امير؟ تعال هذا قاعد منو انت امير؟ شلون دخلت؟ اطلع من السياره اطلع. ها امير يا الله محامينا محامينا امير مفاتيح امير محامي. شلون السياره كل شويه يجيب سياره امير؟ ماذا سياره اصدقائي امير؟ نعم. رئيس العصابه فرحان ها سوينا له مهمه ماله حلو كلش. شباب اروح سد الباب واجي يا امس الباب تعال انا اخلي السياره هنا واجيك تمام.
يا اخي جمال عليك يغارون منك. بعدين اشتري السيارة. هاي قفلت الباب. بسم الله. طيب شباب الغالية لازم نغسلها باكر. طيبين باكر خلاص انا راح انام شباب. اعطوني مجال. هذا بيتي. شباب بعدين اشتري بيت الاميرة اليمين همين. ان شاء الله قريبا. طيبين. مثل ما قلت لكم باكر حلقة الجاية انطونا لايكات شباب. اخ نادي على كيفك ايشني ثور اسباني شنو يا طيب على كيف هد يا الله شوي 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 ضحك ليش تضحك يما ثور انت تخوفين اعوذ بالله هذا وي 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 لا لا يضحك علي فد الجو هاني فد الجو سكر الباب يا معود هد تكسره طيبين مبروك 3 مليون على شنو 3 اه تكبيسه شكرا طيبين الغبالي ليلتكم اخ نادية انت تعال شوف انت فوت لهون تعال انت تسبحون وينك تعال تعال الحمام لا ما اسمع واحد يغني لا ما تعال والله ما كل شيء تعال يلا هلا وعدنا ايه كل دمايات نظف نظف الله يساعدك يا قلبي يعني شو عم تسوي هون انت شو عم تسوي يا زلمه اطلعي بالغلط 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 بر بر برا عدنا طمني عنك وضعت والله غير شيء ما بدك تطلع برا حلو طيبين باكر حلقة جديدة انطونا اللايك باكر او حلقة الثالثة شباب اللي ما شاف على قناة اترو بلس راح ينزل هذا الحلقة اللي ما شافه راح ننزله على قناة اليوتيوب طيبين لايكات بنطلونك دوشكا فضحتنا دوشكا البس ما طيبين الغوالي راح اكل انا شوية باكر راح نقرر ايش راح نسوي نخطف فوفو اكتبونا او نخطف بنية ثانية اكو بنية اسمها ما دي ام الاسود تعرفوها الفيديو موجود على قناة يوتيوب او نختال يعني شباب نرش بعدين فوفو اكتبونا بالتعليقات ولايكاتكم الطيبين كان حماس كلش اني راح انام على قنبة شباب خلي غرف غرفكم الغرف لكم انا راح اتمدد هنا واتمنى حرام والله بيت اترو عمينا عمينا مون ما اترو قلبه حنين انا اجي يمك لا قلبي لا تنام شكرا انا انام على الارض يمك نام على الارض يلا فيب يلا اقعد حراسة يمكم يا حراسة قلبي روحي نامي بغرفتك عندك غرفة انا ما مسوي لك غرفة ولا وحدك ايه تروحي نامي بغرفتك احرسكم كل الشباب شنو. هنا تحرسينا يا تحرسينا حامينا حرامينا لا 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 خبيت شنو سيتي فيلم امريكي عفينا نحن الشباب وين ما كان تلبينا تخيلوا تخيلوا نادية والله راح طيبين احبكم موت اشوفكم